تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، واسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا كما عودناكم نستقبل آراءكم ولحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام اللي بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا بعد قليل، ولكن في البداية نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد حسن البلاونة، في التنسيق ميرا الخفلي، في الإخراج نمر محمد عبده، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. دكتورة صبحك الله بالخير. يا صباح الورد. يسألون عنك المستمعين يقولون وينك من زمان ما جيتي ما نسمع صوتك، فقررنا ان هذا الاسبوع نعطيك الحلقات كلها. منو قرر انت؟ لا عشان خاطر المستمعين. عشان خاطر المستمعين ان شاء الله خير. شو يعني ان شاء الله خير؟ هي ولا لا؟ يعني بنشوف عقب الحلقه. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الاثنين اللي يحبك الاثنين. ما شاء الله يوم جميل ويوم بارد والجو عليل ما شاء الله، شجع على ممارسه المشي. رطوبه دكتوره، وين عليل؟ لا والله ما في رطوبه اليوم، امس كان. المهم اذكركم ارقام التواصل عشان طرشونا بعد رايكم بالجو وشو الرياضات اللي قاعد تمارسونها مع الجو الجميل على 600-55-1414 والرسائل النصيه على 4006. إذن 4006 رسائل نصية. اللي حاب يتواصل معنا حياه الله. نحن ما نبتدي فقراتنا بالفقرة الغذائية بعد قليل، ولكن إن شاء الله دكتور إن شاء الله. أوكي. أنتوا يعني لو تشوفون شو تسوي في الاستوديو ما بتلوموني والله. عموما بخبق الورقة وأنا أقول أقرأ أقرأ هني أقرأ. عموما إلي ما تجهز عندنا الفقرة الغذائية، ما نتحدث عن هذه الدراسة اللي تقول هل تنام أقل من 6 ساعات؟ إذن احذر من أمراض القلب. نتائج دراسة إسبانية قالت أن الرجال اللي ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم يزداد عندهم خطر الإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 27% مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات، ويسبب نقص النوم تراكم الدهون والكوليسترول على جدران عضلة القلب والشرايين، ما يؤدي إلى تجلط الدم. طيب، حسب الدراسة اللي أجريت في مركز كارلوس الثالث لأبحاث القلب في مدريد، ينبغي اعتبار نقص النوم أحد عوامل الإصابة بتصلب الشرايين في الوقت الذي يمكن الاعتماد على تحسين نمط النوم كوسيلة لخفض المخاطر على القلب. ونشرت نتائج الدراسة في Journal of America College of Cardiology، واعتمدت على مشاركة 3974 شخص، بلغت نسبة الرجال بينهم 1/3، ولم يكن المشاركون على علم بوضعهم الصحي قبل الدراسة. طيب، لاحظ الباحثون أن استهلاك الكافيين والكحول يؤثر على انتظام النوم وعمقه، وينعكس ذلك سلبا على صحة القلب مع الوقت. ودعت النتائج إلى اعتبار نقص النوم مثل السكري وزيادة الالتهابات والسمنة من العوامل اللي عوامل الإصابة بأمراض القلب. أنت ما شاء الله تنامي 12 ساعة دكتور. يا أقول لازم. أنا ساعة كم أنام؟ 9. يعني إذا كثرت أنا سهرانة 10. أنا دائما إنسان أحب أنام من وقت. وفعلا النوم محمود، النوم عامل رئيسي. شوف حتى إصابة أمراض القلب والجلطات من قلة النوم. أنت كم ساعة تنام؟ أنا أقول يوم اتصلت فيك عقب الساعة 9 مرة ولا ما يحتاج؟ لا ما الناس حافظين القصة. أنت كم ساعة تنام في اليوم؟ أنا بصراحة ما بين 5 ساعات 6 ساعات أحاول.
تحاول ومرات حتقدر ينام أقل بعد يمكن محمود. أحاول. لازم ناخذ قص كافي من النوم. خلال النوم جسمنا يتجدد، يجدد نفسه، حتى الإصابة بأمراض القلب بعد. ليش؟ السهر نفسه يسوي نوع من أنواع التوتر على الجسم. لما إحنا نسهر في هرمونات التوتر عندنا في الجسم من تفرز من الغدة فوق الكظرية أو الغدة موجودة فوق الكلى، تفرز مواد خلال الليل إحنا ما نحس فيها، بس هذه المواد لأن جسمنا يفكر إن هاي سهرنا خلال الليل يسوي نوع من أنواع التوتر، لأن هذا وقت الراحة. وبالعادة الناس لما تسهر ترى في الليل يعني ما يكون في استرخاء، بالعادة قدام التلفزيون أو على التليفون، كل هذا عبارة نوع من أنواع التوتر يأثر على عضلة القلب. فنصيحة ناموا بدري ونشو بدري وتشوفون الصحة إن شاء الله كيف بتكون. كيف بتكون يعني؟ بتكون والله أحسن. أنا عن نفسي أنا من 3 سنوات يوم قررت أنظم نومي صحتي واجد حسنت. طيب هني حتى نحن نقول الواحد يعني يحاول يأجل الغداء أو أن 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 يأجل أن يتعشى وينام؟ لا لين ما ينشم الرقاد. كيف؟ كيف يتعشى عقب ما يرش هريوق استوى؟ لا يعني ما ياكل. هي صح يعني صح ولا؟ او يخلي عشاء خفيف بدري، يعني 7:30 ما تاكلون شيء خفيف وتسمون بالرحمن تصلون العشاء وتنامون. زين، نحن عندنا الاخت مي محمد بن ثاني اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، بتكلمنا عن فوائد بذور الكتان. صباحك الله بالخير يا مي. علي صباح النور. مي انت موضوعك يذكرني كان في رسوم تحركها من احنا صغار، هذيك اللي تاخذ بذور الكتان وما ادري ايش تسوي، تتذكر الساحره هذيك وما ادري مسلسل جميل كان. زين شوفوا وايد بذور الكتان. اليوم ان شاء الله بنتكلم عن بذور الكتان. طبعا بذور الكتان من النباتات الغنيه بالعناصر الغذائيه الهامه للصحه. ويدخل في تركيبها العديد من العناصر الغذائيه. اذا شويه شرحنا التركيب الغذائي لبذور الكتان، عندنا ملعقه الطعام من بذور الكتان تحتوي على 37 سعره حراريه، وأيضا تحتوي على 3 جرامات من الدهون الغير مشبعة، وتحتوي أيضا على جرام من البروتين وجرامين من الألياف، وعندنا تحتوي أيضا على جرام من الأوميجا 3. أيضا فيها عدد من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم. الحين إذا تكلمنا عن فوائد بذور الكتان، طبعا هناك وايد فوائد لبذور الكتان، بس أنا بذكر لكم أهم الفوائد منها. أول شيء أن بذور الكتان تساعد في تقليل من مستوى الكوليسترول في الدم، عشان قلنا أنها هي تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3. أيضا لها دور في الوقاية من بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون، أيضا لاحتوائها على نسبة عالية من الأوميجا 3 والألياف. ومن فوائدها أيضا أنها تساهم في المحافظة على صحة القلب، حيث تعمل على تنظيم ضربات القلب، وايضا تمنع من تصلب الشرايين مثل ما قلنا. ممتاز. نعم جميل. كيف ناكل بذور الكتان؟ كيف تتاكل؟ انا فضول يعني نحطها على السلطه ولا ناكل نفس المكسرات ولا كيف؟ الحين بشرح لكم كيف الطريقه. اول شيء طريقه بذور الكتان، اذا بنتكلم اول شيء عن كميتها، هي ما لها كميه محدده. في وايد مصادر والكميات مختلفه، بس احنا دائما نقول ان احنا ناخذها باعتدال، يعني مو أكثر عن ملعقة إلى ملعقتين في اليوم. أوكي. وطريقة استخدامها، يفضل استخدام بذور الكتان مطحونة، يعني تكون الاستفادة منها أكثر. أوكي. وتكون مطحونة قبل فترة بسيطة من استخدامها. ممتاز. يعني نطحنها ونستخدمها. ممكن نستخدمها على الأشياء الباردة والحارة، ممكن نضيفها على السلطات، ممكن نحطها على الرز مثلاً، أو يعني هي يعني على اي شيء ممكن احنا نستخدمها. ممتاز. انا اسمع يقولون عن رجيم بذور الكتان هذا، يعني في ناس يستخدمونه في 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 حمياتهم الغذائيه. هي دائما ينصحوه في الاستخدام في الحميات الغذائيه. يعني حد يقول لك على هذا الرجيم تنقص 7 كيلو، حد قال يعني هو يكون يعني مالي بذور بس بذور الكتان ياكلون؟ لا اتوقع انه مثلا يعني يقول لك كيف النساء بس ياكل بذور كتان، انا ابغى افهم كيف او شاي يعني شيء، بس لا اعتقد انه يقول ممكن يزيد الحرق في الجسم عشان شيء، اعتقد يقولون بذور كتان. هو دائما ينصحون في فتره الحميه، لانه وايد نسبه الالياف قلنا فيه عاليه، فيشبع ممكن يشبعهم بالضبط، فدائما ننصحهم يضيفونه. والسعرات الحراريه يعني مش عاليه فيه، على يعني في الملعقة الوحدة تقريبا 30 سعرة حرارية، فإحنا ممكن نضيفها يعني. ممتاز ممتاز. هل لها مضار ولا بس يعني تقول ما في كمية محدودة؟ أكيد
هي ما في كمية محدودة بس نفس الأعشاب الطبيعية عموما كثرتها ممكن لها سايد افكت يعني مخاطر. فإحنا دائما ننصح بالاعتدال يعني ما نستخدم أكثر عن هالكميات. ممتاز. طبعا اللي يكون عندهم أمراض مزمنة الحوامل المرضعات يفضل أنهم يستشيرون طبيبهم دائما قبل يستخدمون هالأعشاب أي نوع من أنواع الأعشاب مو بشرط. جميل. هم يقولون أن يعني بذور الكتان في وقاية من الإصابة بمرض السرطان، ترفع كفاءة الجهاز الهضمي، تشل السموم من القولون، أيضا الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، تخفض الكوليسترول في الدم، تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، تحارب الالتهابات في الجسم. يعني كل هذه الأمور فوائد يعني في بذور الكتان، وأهم فائدة أن تقوي الشعر يا جماعة الخير. مو تحطونه على راسكم كلو السويد من الشعر. يعني في وايد مصادر مثل ما قلت لكم قبل لها وايد فوائد يعني. ممتاز. هذه نصيحة لنا كلنا نضيف الكتان من اليوم رايح لأكلنا اليومي. جميل. هناك يعني يتنهى رسالة تقول يا ليت تخصصون حلقة عن الثعلبة. يقال أن بذور الكتان أيضا يعني تمنع الإصابة بالثعلبة، ها؟ صح هذا الكلام ولا لا؟ ما في شيء يعالجه يعني ما في علاج عن طريق الأكل. في الثعلبة ترى محمود وايد لها وايد في إشاعات عن الأدوية أو الأكل اللي يمنعها أو يقلل منها أو يعالجها، لأن مشكلة شوية صعبة للمريض عشان شيء. زين. نحن مي يعني رسالة ختامية تبغين توجهينها قبل ما يعني نختم معك هذا اللقاء الجميل وهذه المعلومات الرائعة. أهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرت لكم في آخر نقطة إنه يعني دائما إحنا ننصح يعني مثلا إذا طلعت ترند مثلا نستخدم بذور الكتان أو أي نوع ثاني من الأعشاب والبذور أن نحاول أن نستخدمها باعتدال، يعني ما نقول مثلا مثل ما ذكرت أنت حمية بذور الكتان، ما في حمية بذور الكتان ونعتمد على نوع واحد من التغذية. صحيح. دائما نحاول. لا لا أنا ما قلت نوع واحد، هاي الدكتورة هي تقول نوع واحد. هي دكتورة بروحها هي قالت أنا ما قلت نوع واحد، ما حد بيأكل نوع واحد من لا ما شاء الله هم أي شيء موجود هم بيسبوني يعني. صحيح. أي لا وشوفي دائما الحمية يجب أن تكون شو بلاتي دكتورة تألف عليه كلام. أنا ألفت المستمعين يستمعون. المهم أختي مي إحنا شاكرين ودخلتش معنا اليوم. لحظة صراحة مي لا تسكرين. أنا استفدت صراحة من لحظة دكتورة التعني. لحظة مي أنا شو قلت زي هل أنت قلت حمية بذور الكتان؟ إيه قلت نوع واحد من الأكل ما قلت. لا ما قلت. إيه الدكتورة قالت صح عادي مي اعترفي مو مشكلة. مي عندها مرضى بسيب تجاب لهم. شكرا لشيء مي محمد. أستاذة مي محمد بن ثاني أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. شاكرين لك هذه المعلومات القيمة والجميلة عن بذور الكتان. بصراحة أنا يعني ما كنت أعرف أن بذور الكتان في لها هذه الفوائد كلها. وما كنت أتخيل أن أحطها في الأكل. أعتقد لازم نحطها في السلطة. أحلى شيء في السلطة. تقرمش شيء تعطي قرمشة للسلطة. قرمشة؟ قرمشة. خلنا نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. شوية نحن نلف على الإذاعات الثانية لكن ما لنا غنى عن نور دبي، ولا شو رايك دكتورة؟ أنا من أنش الصبح الساعة 5:15 أول شيء أفتح قناة نور دبي. لازم. ما تسمعين القنوات الثانية؟ لا. أكيد. بس نور دبي. حتى في سيارتي نور دبي أول قناة. إنزين. عشان أسمع شيء مفيد. كم رقم التواصل معانا دكتورة؟ 6005514114 ورسائل النصية على 4006. طيب هني. خاتون البلوشي تقول السلام عليكم ايش حالكم يعطيكم العافيه يا رب انا توني خلصت من رياضه المشي والجو روعه. فعلا الجو ما شاء الله رائع. استغلوا هذا الجو يا جماعه لممارسه الرياضه المجانيه. احنا دائما نشتكي في الصيف انه ما عندنا مكان نمارس رياضه ولازم نشترك في الجيم. لما يصير الجو جميل مارسوا اي رياضه، ممكن تمارسون المشي الركض وحتى محمود الحين الممشى الموجود في دبي بشكل عام كل ممشى في اجهزه رياضيه موجوده. مارسوا الرياضة على الأجهزة الرياضية هذه كل يوم نص ساعة خمس أيام في الأسبوع. أنا بقول لك شيء يعني من أجمل المدن في العالم اللي فيها بنية تحتية قوية جدا لممارسة الرياضة هي إمارة دبي. ونشهد.
يعني الحمد لله الحين حتى عندك ممشى خاص للدراجات صح. الهوائية، عندك أماكن مفتوحة ممكن تمارس فيها الرياضة. معني وفي أجهزة رياضية محطوطة في الحدائق. أنا 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 أحب ممارسة الدراجات الهوائية في الصيف أكثر من الشتاء. إيه أكون صريح معك. أدري ليش يقول لي حر، يقول لي نمر. حر والله. لا بس أنا يعني ساعات مع ممارسة الرياضة في الصيف. زين تحسين انك انت يوم تخلصين خلصتي يعني مجهود صح، طلعت السموم من الجسم وشي. انزين ناخذ دكتوره يعني ما ننتقل الحين لان نعيش هذه الايام انطلاقه معرض ومؤتمر صحه العرب. هذا المعرض وهذا المؤتمر اللي يعد الاكبر من نوعه على مستوى الشرق الاوسط وثاني اكبر معرض على مستوى العالم في تخصصات الصحه عموما. هيئه الصحه في دبي بتكون متواجده في هذا الحدث العالمي. في عندنا منصه خاصه تعرض من خلالها الهيئه حزمة من الابتكارات والمبادرات الذكية الهادفة إلى تحسين مستوى ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمتعاملين. الحين عندنا عبر الهاتف أختنا هند الجتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية، بتكلمنا عن مشاركتهم من خلال خدمات شو؟ خدمات الرعاية المنزلية الذكية. الذكية شو هذه الخدمات؟ تفضلي يا هند، صباحك الله بالخير. يا صباح الورد يا هند. صباح النور. هلا فيك. أهلين يا حبيبتي. احنا نتكلم هنا في منصة منتدى الصحة العربي عن الجراسة المنزلية الذكية. نعم. احنا عندنا فئة مستهدفة للرعاية المنزلية الذكية اللي هم الأرامل وقت فترة العدة، كبار المواطنين وأصحاب الهمم. فأي حد الحين احنا فاتحين المجال للمواطنين وإن شاء الله بعدين نفتح المجال لهم غير المواطنين. نعم. كبداية احنا عندنا 12 مركز صحي تابع لهيئة الصحة بدبي نقدم فيها زيارات منزلية. عندنا أجهزة نسميها أجهزة منزلية ذكية، هي عبارة عن أجهزة كلها موصلة بنظام إلكتروني، نظام سلامة. نظام سلامة هو ملف إلكتروني للمريض. فأي حد يبغي للزيارات المنزلية يقدم لنا طلب لأي مركز تابع له، مثلا مركز البدع أو الطوار، أي مركز تابع له يقدم طلب زيارة منزلية. وبعدها الفريق الطبي يعاين الحالة، إذا هم تحت الفئة المستهدفة لنا نقدم لهم زيارة منزلية ذكية في البيت مع الأجهزة. وهي كلها بعد الأسسمنت وبعد تقييم المريض والتوصيات كلها النتائج تطلب نظام سلامة. في نظام سلامة صحيح. تطلب نظام سلامة هي. بعدين الطبيب نفسه يقيم ويحدد خطة رعاية منزلية للمريض نفسه وتحويله إذا لزم، إذا لزم يعني نحوله على المستشفيات أو نحوله لفئة ثانية اللي هم عندنا كبار السن جرياتر كثير. نعم. منها نحدد جدول متابعة من قبل الفريق الطبي من قبل الدكتور. ونشوف يعني حالة المريض تستدعي إن نزوره كل يوم أو نزوره يوم هي يوم لا أو غرب الأسبوع، لين ما نشوف حالة المريض استغرت والرخصة يعني من قبل زيارات المنزلية الأكيد. ممتاز. أختي هند ذكرت في فريق، فمن هو الفريق اللي يتكون منه فريق الزيارات المنزلية؟ من هم أفراد هالفريق يكون؟ حلو السؤال، من هم الفريق اللي يتكون منه فريق الزيارات المنزلية؟ كبداية كأول زيارة يكون ممرض ودكتور العائلة، من بعدها هو يوضع خطة ونحدد هل يحتاج المريض أن نحوله على الخدمة الاجتماعية، على دكتور التغذية أو على الجرياتر كثير اللي هم القسم الثاني لكبار السن، عندهم علاج طبيعي، عندهم. أنتم من خلال هذا الربط اللي موجود مع الملف وكذا يعني الطبيب هذا يكون موجود معاكم أثناء الزيارة ولا لا؟ لا، أول مرة بس يروح معانا عشان يعمل تقييم كامل للمريض. بعدين لا، الممرضة بس تروح وتعاين المريض والغراءات كلها تدخل بنظام سلامة. إذا شافت مثلا الضغط مرتفع أو السكر مرتفع تتصل له، عندنا فيديو كول. انا هذا اللي ابغى اوصل له، هذا اللي ابغى اوصل. الجهاز محمود فيه مثل جهاز لوحي، جهاز لوحي بكاميرا وفي كل الاجهزه حتى تخطيط القلب موجود فيه. تروح الممرضه يعني كان المريض في العياده، الدكتور مجاب لنا صح، الدكتور يجلس في العياده يفتح الكمبيوتر والكاميرا شغاله والنيرس تفتح على المريض في البيت ويستوي نقاش بين المريض وبين الممرضه كانه موجود في العياده. فهذا جزء يقول له حط السماعه على اليسار على اليمين كذا، راوينا تخطيط القلب السكر كل شيء صح.
فحص العين وفحص النظر بعد موجود، وتطلع الصورة حق الدكتور أيضا. زين الحين أنا أبغي أسأل، هل هذه القراءات دقيقة 100% كأن الريال في العيادة ولا لا؟ لأن في ناس ممكن يقول تفضلي. في قراءات دقيقة 100%، وإحنا نسوي لها مثل التست يعني تقييم قبل ما نروح للزيارات المدنية. صحيح، ولها كاليبريشن أو تضبيط قياسات يستولها سنويا عن طريق. والله خدمة جميلة، خدمة ممتازة محمود. طبعا مثل ما ذكرت اختين اللي يستفيدون من زيارات المنزلية فئات معينة، اللي هم نعيد مرة ثانية، الأرامل وكبار المواطنين. لأن الأرامل في العدة، يعني الأرملة في العدة ما تقدر تطلع من البيت، فأنتوا وفرتوا هذه شغلة جميلة جدا. صح بالضبط. زين والفئات الثانية اختي هند؟ كبار المواطنين وأصحاب الهمم. بس نذكرهم كيف ممكن يقدمون على الخدمة لو هو أي حد عنده أحد في البيت يحتاج خدمة منزلية، كيف يتم التقديم؟ يروح لأقرب مركز صحي تابع له منطقته، لأن إحنا ما شاء الله عندنا 12 مركز صحي موزعين في دبي. صح، فيروح ويقدم الطلب. صح اختين، بس لو نوضح للمتعاملين فكره مهمه، احيانا لما يتواصلوا مع العياده يقولون والله الوالد تعبان وايد، عنده حراره وايد عاليه، ويقول يطلبون زياره منزليه، فلو نوضح بس للناس ان الزياره المنزليه يعني شو الحالات اللي اصلا مستهدفه من الزياره المنزليه، الحالات الطارئه بمعنى المفروض ما تكون، يعني المفروض واحد يروح المستشفى او العياده وليس لزياره منزليه. صح، إذا حالات طارئة يمكن يعني يكون الفريق الطبي من الصبح، ترى هو يطلع عنده جدول زيارات منزلية ويطلع من الصبح، يمكن ما يقدر يتواصل مع هالمريض نفسه. صحيح، بس يقدر هو يتكلم مع الممرضة أو الدكتور، يمكن يعطيه أشياء عن بعد أو يحوله على المستشفيات. بالضبط، إذا هم قدروا إن شاء الله أنهم ما بيكسروا، يعني بيجون المريض وبعينون حالته وبيحولون على المستشفى. صحيح أكيد. طيب ها دكتور، في شيء بعد؟ خلصتي؟ خلصت أسئلتي. شكرا. إنزين إذن نحن ندعو الناس المستفيدين من هذه الخدمات أنهم يتواصلون مع مراكزهم الصحية الأولية، يرتبوا لكم هذه الزيارة. خدمة أنا أقدر أسميها مو 5 ستار، 7 ستار، طبعا 7 نجوم ما شاء الله. زين الواحد ممكن وهو يالس البيت، الكبار السن أو الشخص اللي مو قادر يطلع برا البيت ويروح العيادة، ممكن نحن نوصل لين عنده من خلال هذه المشاركة. صحيح. اللي يبغي يتعرف يشوف هذه الخدمة على أرض الواقع ممكن أنه يزور منصة هيئة الصحة المشارك في معرض صحة العرب اللي موجودين في قاعة الكونكورس، على طول من المدخل من الدش بتحصل الأول جناح، ثاني جناح نحن. صح؟ هي صح، ثاني جناح على إيدك اليسار من تدخل. فمشاركة جميلة، نتمنى لكم التوفيق. هند موجودة هناك بتشرح لكم كل الأمور الخاصة بهذه الخدمة. نحن شاكرين لكم. كم تقريبا عدد المستفيدين هند اللي استفادوا من هذه الخدمة إذا تحضرت الأرقام؟ احنا حاليا نقدم زيارات منزلية لألف مريض. ألف مريض هي. ما شاء الله عليكم، ألف مريض موزعين العيادات. موزعين أوكي، يعني في كل مركز صحي في فريق. ها صح، هي فريق طبي. اوكي، ممكن اني مر في الفريج انا، لان اذا احسبها في مخي لا 1000 وين بتلحقون؟ ما شاء الله عدد كبير. صح، ما شاء الله عندنا اعداد كبيره ومتزايده يعني في الزياره المنزليه، وهي خدمه جميله ومنظمه صحيه. بس هني يعني شو نتمنى دكتوره؟ هذه رساله نوجهها للجمهور. يا جماعه الخير، هذه الخدمات اذا انت يعني تستفيد منها خذها، ما تستفيد منها لا تاخذ جهد الفريق في 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 عمليه انه ممكن انك انت كمريض او الشخص اللي موجود عندك تكرار الزياره كل شهر والحاله ما تحتاج ويقول لك او ممكن يجي بعدين يشتكي يقول والله انتم ما رضوا عيوني ما رضوا عيوني. يعني يكون عندنا هذا الحس في الاستفاده من الخدمات دكتوره. صحيح. الحس ان الواحد ما يستغل الخدمات هذه في حالة أن خاصة الخدمات الصحية، لأن في ناس محتاجين لها. وفي بعد محمود رسالة ثانية اللي هي أحيانا يتواصلون يونا مثلا الولد أو البنت وتقول لك والله الوالدة وايد تعبانة، لما نتصل ناخذ التاريخ المرضي الحالة ما يستوي نعالجها نحن في البيت، لازم يجي للعيادة، فيقول لك لا تراكم أنتوا تيون، لا إحنا نيجي كزيارة دورية، لكن في حالات الطوارئ وايد تعبان نقول لازم يجي العيادة لسلامة المريض، مو بعشان إحنا بنرتبه بني، ولكن بعض الحالات لو جينا البيت عباره عن مضيعه للوقت، يعني ضيع الوقت ليه ما نوصل ونيكم ما نقدر نقدم الخدمه كامله، لازم تكون عياده. صادفتكم اشياء كذا هند يعني في حالات معينه في اثناء زيارتكم يعني؟ ايه احنا ما نرد حد الحمد لله، احنا نقدم الزياره ونشوف.
على التقييم اللي نسويه للمريض نقولها انت يعني بتتم صحتنا كزيارات منزلية او انت ما تحتاج الزيارات المنزلية، تقدر تزور المركز الصحي او المستشفى. الخدمة مجانية صحيح؟ هي الخدمة مجانية. مجانية للمواطنين. نعم. يعني هذه خدمة توجهها هيئة الصحة للمواطنين، خدمة رائعة، سبعة ستار، سبع نجوم، سبع نجوم. أنا أقيمها كذا. جزاكم الله خير يا هند وبالتوفيق. شكرا جزيلا لخت هند كتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية، كانت تحدثنا عن الخدمات، خدمات الزيارات المنزلية الذكية. شكرا جزيلا. شكرا. أنا يعني أبغي أقول هذه الشغلة دكتورة قبل ما نطلع فاصل. يا جماعة الخير، بما أننا نحن فتحنا هذا الموضوع، الخدمات الصحية هي خدمات تقدم فيها الأولوية للمحتاجين. وأنت كشخص، كمواطن، كمقيم، كإنسان، زين، يجب أن يكون عندك هذا الحس عالي جدا بالضبط. أنك أنت، هي ما في أني أنا بي قبل هذا، ولا بحاول أني أنا أخذ الموعد قبل الشخص هذا وأنا أدخل قبل هذا على الطبيب. لا، هي المسألة مبتي، لأن مثلا على تصنيف الطوارئ العالمي حد خمس من في خمس تصنيفات كذا. صح. أتذكر أنا دائما أذكر هذا الموضوع، لأن بين فترة وفترة أحب أذكر فيه. تطلع فاصل وأكمل ولا أكمل الحين؟ زين. أتذكر لأن كانت في حالة والله العظيم، يعني مسكين دكتورة كانت يتنا من البث المباشر، وأنا بنفسي رحت المستشفى أبغى أراجع الموضوع، لأن بعد ما خلصت له وحطيت للموعد وكذا وغيره، اتصل فيني زين، وكنت أعطني رقم تليفوني، قلت له إذا في أي شيء كلمني. اتصل فيني، أنا ما دخلوني وأنا ما أدري كذا. وصلت لين المستشفى، شفت على باب العمليات مجهزين وكل شيء وكذا. زين، مفروض يدخل الغرفة، غرفة العمليات، الدكتور يتحالة طارئة في نفس اللحظة، طلع من غرفة العمليات هذه راح جاب الحالة الطارئة. والرجل كان معصب وانتم معطلين، فهو ما توقع الدكتور انه يكمل تقريبا 3 ساعات في العملية. زين، وبعده ما بطالع، وهو يقول لي أنا مقعديني على باب الغرفة 3 ساعات، ما بحرام عليكم وأنتم. كان أي وأشرح له، قلت له كذا 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 استوى، والطبيب يعني دخل عملية وهذا، وأنت طالب هذا الطبيب بالتحديد، هذا الأخصائي يعني، وتبغيه هو اللي يسوي لك العملية. صح. وبيخلص العملية احتمال 4 أو 5 ساعات، بيخلص العملية بيك، بيكون تعبان زين، وتبغي بيسوي لك العملية، ولكن تأخذ شوري يعني بعد هذا الجهد اللي بذله حرام. أجل يسوي أحسن. أجل أحسن. قال لا فعلا. قال إذا أنا يعني أنا حالتي ما تستدعي التدخل المباشر، لا أنا بتريه ينقذ الريال هذاك أحسن. فهو هذه ثقافة محمود ترى. بالضبط. أحيانا المريض ما يستوعب هذه، أو إنه بعد أنا ساعات ألوم بعض الموظفين إنه ما يشرحون للمريض. صح. الحالة نفسها، ليش تأجلت، ليش كذا، وهم بعد ما يلاموا دكتور لأن حالات طارئة، فتصير خلاص يصير أزمة يعني استنفار مثل ما يقولون. فما عند ما في عنده وقت حد يشرح له. بالضبط. ما عنده وقت حد يشرح له ولا كذا. صح. وغيره. فهذا اللي صار، هذا موقف صار معايا، تعاطي مع هذا العمل صراحة. الريال يعني قال أنا برجع، خير رجعوني غرفتي، مو مشكلة. أنا كنت صايم تقريبا يوم كامل، ما عندي مشكلة أصوم مرة ثانية زين، لكن إذا 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 تأجيل عمليتي بينقذ حياة إنسان، لا. صح. أنا أجل العملية إن شاء الله. صح. أقعد شهر على الحالة هذه. صح. واليوم الثاني يا دكتور جزاه الله خير، في يوم إجازته، كان الموضوع يوم الخميس في الليل، يوم الجمعة الصباح يا وسوى العملية، اللهم لك الحمد. ممتاز. عموما مثل هذه القصة نحن نخبركم إياها، لأن يا جماعة الخير نبغيكم تتعاونون مع الكادر الطبي. نطلع. صحيح. فاصل، بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، مستأنفين البرنامج وما زلنا في يعني فعاليات مؤتمر ومعرض صحة العرب 2019. هذا المؤتمر اللي يعد ثاني أكبر معرض على مستوى العالم، والأكبر من نوعه وين؟ في العالم.
في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط. ركزي معي دكتورة. معك أنزل. الحين ما ننتقل إلى الحديث عن واحدة من الخدمات الأخرى المعروضة في منصة هيئة الصحة بدبي لتتواجد في قاعة الكونكورس القاعة الرئيسية على المدخل الرئيسي أول ما تدخلون ثاني جناح على إيدكم اليسار. أختنا عائشة المحيربي مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الصحة بدبي موجودة هناك بتكلمنا عن نظام توريد الذكي AI واللي بتستعرض الهيئة للجمهور ضمن هذه المشاركة. أنت تعرفين أن هذا موظف جديد انضم إلى هيئة الصحة بدبي توريد؟ صدق؟ الحين سري عائشة. حين نسأل عائشة. عائشة صباحك ورد. صباح النور. أهلين دكتورة، حياكم الله. الله يحييك. خبرينا هذا التوريد الذكي صدق موظف؟ هو تقريبا موظف، بيكون موظف آلي على شكل software. بيكون عندنا في الإدارة طبعا صار له اسم مستخدم وعنده بعد صلاحية الدخول على الأوتلوك. الموظف هذا تقريبا بيحل محل عدد بسيط من الموظفين أو من الإجراءات اللي يقوم بها الموظفين، مثل أن إفتاء طلبات الشراء، وعندنا مثلا تسجيل الموردين، وعندنا بعد متابعة العقود اللي موجودة في الهيئة. جميل، خلينا ناخذ فكرة كاملة عن النظام أختي عائشة. النظام هو عبارة عن software مثل ما قلت لكم، بيخدم فئة عندنا الموردين، وبيخدم بالإضافة المستخدم النهائي اللي هو في الهيئة. بيكون طبعا أول شيء خلينا ناخذ فئة الموردين اللي هو تسجيل الموردين. نعم. عندك سجل الموردين مثلا، في مثلا مورد جاي يتعامل مع الهيئة ما عنده صلاحية للمورد يعني كسجل. نعم. أو صلاحيته منتهية في النظام. نعم. هذا الربط اللي هو موجود بيسوي تغريدة بشكل دوري. نعم. بيرسل بريد إلكتروني للموظف اللي موجود في الإدارة بالإضافة للمورد بأن ما صلاحيته في التسجيل منتهية. نعم. وعليه مراجعة مثلا الهيئة للتجديد. كذلك بالنسبة للعقود متابعتها وتسجيلها، إنه بيشيك كل 6 شهور العقود اللي خلاص فترة الصلاحية باقي لها 6 شهور، بيبعث إيميل للمستخدم النهائي بالإضافة للموظف اللي في إدارة العقود والمشتريات إن العقد بينتهي عن هالفترة مثلا في هالتاريخ إذا حابين يتجددونه. طبعا ما بيكون على شكل نوتيفيكيشن، إنه هو الحلو فيه إنه بيكتب الإيميل يعني. بالنسبة لطلبات الشراء بعد نفس الشيء، بيستلم أوامر الشراء وبعدين بيحولها لطلب الشراء. طلب الشراء طبعا من الإجراءات اللي هي بشكل مستمر في الهيئة، فهو بيحاول إنه ياخذهم يعني بشكل أسرع وينجزهم بشكل أسرع. يعني بدلا أو عوضا عن الموظف خلينا نقول. ممتاز. شو تحسون بتكون نتائج المخرجات من هذا النظام؟ هل بيقلل مثلا زمن انتظار؟ بيقلل أخطاء؟ كم النسبة إذا بيقلل؟ نسبة الأخطاء تقريبا بتكون صفر مبدئيا. نحن على الأشياء اللي انطبقينهم صفر بالمية. صفر بالمية يعني ما في خطأ. ما في خطأ بالنسبة لأوامر الشراء. لأن إذا كان في أي خطأ هو بيرجع قبل لا يتخذ في أي بروسس. ممتاز. يعني كذا النسبة صفر، لأن ما اكتمل هذا خلاص برجع لك إياه. بالضبط. بيقلل عدد الموظفين اللي هم يقيمون بأوامر الشراء الأساسية عندنا اللي هم الستاندر بي أو. يعني بيكون بديل عن الموظف، بالإضافة إلى أنه بيسرع الإجراء في أوامر الشراء. يعني أحيانا الموظف مثلا وصل لأمر شراء وما انتبه عليه، أما هو لا نفس الوقت لأنه شغال 24 ساعة على 7 أيام. أيوة. ممتاز. كم راتبه هذا؟ والله احنا مصرفنا على هذا بعيونه مدير هذا الموظف مالكم، لان ما شاء الله يعني تخيل يعني الخدمه ما توقف. قبل كان الخدمه توقف بين الموظف نشم الكمبيوتر وانت دوام اخر السنه. ايه تقييمه انا اقول له اعطوه ايه هذا الموظف من الحين ايه بلس. ايه لانه جميل صراحه. ان شاء الله. ان شاء الله. عائشه يعني في شيء تبغين تضيفينه عن النظام؟ لانه أعتقد أن النظام جميل جدا. نحن الدارة الأولى اللي نقدم مثل هذا النظام بالضبط في إدارة العقود والمشتريات طبعا، اللي هو بيكون على مستوى دوائر دبي الحكومية كدائرة أول دائرة بالطبقة.
أول دائرة مطبقة ما شاء الله. بالضبط. جميل. أنا عندي سؤال. اللي أحب أضيفه أنه بيشتغل طبعاً على نظام الأوراكل، يعني وكم موظف بيشتغل على نظام الأوراكل لاسم مستخدم وباسورد. يعني إذا غيرنا نظام ممكن أنه يتطور ويتماشى مع الأنظمة الجديدة، لأن هذا يعتمد على الذكاء الاصطناعي. النظام تماماً يعني اللي يغذيه هو ذكاء الاصطناعي، يقدر أنه مع كل ما يجدم كل ما يكون أذكى. صحيح. وكل ما يكون مليان أكثر بالمعلومات، وكل ما يكون قادر على تصنيف الأمور بشكل أفضل. صحيح. أفضل صح، وكل ما لازم نحدث فيه أصلا ونتطور بناء على الأشياء الجديدة اللي تحدث من المعطيات. أختي عايشة، أنت ذكرتي هو بيقوم ببعض العمليات اللي يقوم فيها الموظفين، فما دام الموظف بيكون عنده يعني بتكون عنده مساحة أكبر، مساحة أكبر إنه شيء يعني ينجز أشياء ثانية، يعني فالمساحة بتكون موظف ثانية. يعني عندنا مثلا العقود اللي هي تصدر فيها أوامر شراء ثانية، مش الأوامر الشراء اللي هو بس الأساسية. نعم. إن مثلا متابعة الطلبات، إن مثلا في المزايدات المناقصات الثانية، فهو أصلا بيتفرق الموظف بشكل كامل حق الأشياء الثانية، وبعد بيكون لها أثر ثاني إنه بيلحق إنه ينجزها في أسرع وقت. ممتاز. نحن شاكرين لك أستاذة عائشة. اللي يبغي يطلع على هذا النظام ويتعرف عليه أكثر ممكن أنه يزور منصة هيئة الصحة بدبي، المشارك في معرض صحة العرب 2019 في قاعة الكونكورس. الكونكورس هو الممر نفسه، هذا اللي في المركز التجاري العالمي. من تدخلون من البوابة الرئيسية بيكون الجناح على إيدكم اليسار، ثاني جناح على إيدكم اليسار. فتتعرفون على هذه الخدمتين اللي ذكرناهم اليوم، اللي هي خدمات الرعاية الصحية المنزلية الذكية من جهة، وأيضا على نظام توريد الذكي AI، هذا النظام اللي يعني تنفرد به هيئة الصحة بدبي كأول دائرة حكومية تطبق هذا النظام وتستخدم الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات الخاصة بالعقود والمشتريات. اليوم نحن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، أهميته ودخوله، والحمد لله نحن في القطاع الصحي نحاول قدر الإمكان مواكبة هذه المستجدات في هذا القطاع. شاكرين لك يا عائشة، شكرا جزيلا. شكرا لك يا عائشة، نهارك سعيد. عائشة المحربي مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الصحة بدبي كانت معنا عبر الهاتف. طيب دكتورة هني هذا ما أدري إذا المسج، لا هذا يتكلم عن البنك المركزي ما يخصنا نحن، هذا البث المباشر. الحين أرجع الحمد لله أن خلصنا البرنامج، لأن يا جماعة الخير يعني كل حلقة أنا قاعد نقول أن البرنامج هذا بعد البث المباشر مباشرة. البث المباشر ينتهي الساعة كم؟ 9:55. عشر نحن نبتدي في هذه الساعة. المكالمات والمسجات اللي توصلنا يعني أنتوا تعبون الفريق الثاني اللي يعمل في البث المباشر، أنه ممكن إذا رجع للمسجات السابقة في قبلها بيوم، أو أنه يعني قدر أن يتواصل معاكم. فالأفضل أنكم تلتزمون بوقت عمل برنامج البث المباشر، وتعطونا الفرصة الأكبر في برنامجنا أن نفيدكم في مواضيع أخرى. نعم. قريبة من الصحة، وأيضا لتعزيز الوقاية عند المجتمع. دكتورة أنا برجع للمسج اللي يتكلم عن الثعلب. إذا ما نعطي معلومات سريعة، هو تخصص للجلدية، ومن حاول إن شاء الله نستضيف يعني نشوف وقت الدكتور أنور الحمادي إذا كان عندنا معاه وقت أنه ممكن نستضيفه عندنا في الاستوديو، بحاول أخصص له حلقة كاملة إن شاء الله عن مختلف المواضيع اللي خاصة بالجلدية. ولكن نتكلم عن الثعلبة بشكل عام. دكتورة شو هي الثعلبة؟ هل لها علاج؟ كيف الواحد يعالجها؟ في بعض المعتقدات عندنا واحد يفرك بثوم مثلا أو كذا، أنا جربته والله نفع وياي، كيفك؟ ناس علميا يقولون لا. محمود علميا يقولون لا. أنا جربته يا جماعة الخير. يمكن مو من الثوم، ما أدري، أنا بقول لكم شو أنا بقول. إيه قولي. الثعلبة مرض مناعي، الجسم روحه يحارب بصيلات الشعر فيسوي تساقط في الشعر، تطلع كدوائر. أيه. مهم أن نعرف أن الثعلبة مو بمعدية. في وايد ناس تخاف تجرب، من لو حد طلع فيه ثعلبة يقولك لا ينعدي. ها ما ينعدي، ها مو بكتيريا ولا فطريات ولا فيروس، مرض مناعي للجسم. الثعلبة ممكن تتراوح نتيجة السترس ولا شيء. العامل النفسي وايد أساسي.
انا اللي دائما ستريس. لا بقول لك، انا اللي سواها في واحد اشياء، قلت لي اه كذا كذا ثعلبة عندك هذا الكلام من انت ثم قلت حق ثم واحد هي عنده ثعلبة؟ شو اسمه، كان يقول لي سوى لي كذا، حط ايديه وين مكان الثعلبة في لعيته وسوى في وجهي. ما له خص زين محمود، ما يعدي. كيف ما يعدي بعد اسبوعين طلعت لي لا لا، ثعلبة؟ انت توترت من الموضوع. هو عامل نفسه ترى وايد، يعني والله الناس يمكن، والله ما ادري. الناس تلاحظ ان تيهم الثعلبة. لا انا هذا الشيء استوابي الصراحة، وبعدين حطيت ثوم يس ابرك بثوم راحت. ما سمعوك علميا الفيديو. ترى يا جماعة الخير، علميا ما يفيد، يقولون الموضوع هذا ما له علاقة. علاقة، لا علاقة بالحالة النفسية. شو اللي يستوي؟ تجربة شخصية استوت وياي. تجربته غلط. انزين. ما يا جماعة، لا تأثير لها علاقة، لا يعني مرتبطة بالحالة النفسية. عشان شي تلاقون فجأة الناس تطلع لهم بعد صدمات العاطفية، لا سمح الله موت حد في العائلة أو حالة توتر شديد، تطلع الثعلبة وتزيد بالحالة النفسية. أنا أدري شو اللي يستوي، خصوصا عند النساء لما تطلع أول بقع من الثعلبة، التوتر إن من تساقط الشعر فيزيد عندها الحالة. احنا نقولها نفهمها ان حاله مؤقته، انت يعني ارتاحي شوي كوني اكثر ريلاكس راح يرجع الشعر. لكن طبعا المظهر الجمالي عند المراه طبعا، واتوقع عند الرجال ايضا، عشان شي محمود فرك المكان بثوم. اهم شيء الثوم ترى ما يفيد، الثوم ما له خص بالثعلبه، بس يسوي لكم ريحه بس ما يعالج الثعلبه. في وايد علاجات، في ناس يستخدمون كورتيزون، في ناس يستخدمون مضادات حيويه، في ابر وايد، بعد في ابر، في وايد علاجات موجوده. لكن ما في علاج قلنا نقول 100% هو العلاج الصح. وطبعا الكلام الاخير للدكتور الجلديه بيكون، لكن من ناحيتك كطبيب اسره ما في علاج اقول 100% هو يعالج الثعلبه. وايد يرتبط بالحاله النفسيه، واهم شيء ان احتمال يكون وراثي. لاحظنا في بعض العوائل الثعلبه تكون عندهم وراثيه، ها موجود، ولكن مثل ما قلنا غير معدي، ولا تفركون بثوم. انا اقول لكم اسمعوا كلام الدكتوره، لا تسمعون كلامي انا، هذا الاستوى وياي، وأعرف أن هذا الموضوع ما له علاقة على حسب الدراسات العلمية، وقلت لكم أن العلمية كذا، بس هي تجربة شخصية حبيت أشارككم فيها صارت معي. الله وكيلك، أنش الصبح مب صابون مب ما شيء فائدة، ما يروح، ما تروح دهن عود على ما أدري كذا، وتم الريحة وتم ريحة الثوم. أيه. تميت والله أسبوع أسبوع على فرك يا جماعة. ترى العلاجات الشعبية سواء كان ثوم، ناس بتحط كركم، أيا كان، لا نفترض أنها دائما آمنة. أحيانا بعض العلاجات ممكن تسوي تصبغات دائمة، بعض العلاجات ممكن تسوي حروق في الوجه، فنحاسب أنا دائما. أنا والله هي يعني بدل المكان هنا يحمر وايد وايد أحمر، مع أن محمود استخدم فقط ثوم. أي عموما شاكرين لكم مستمعينا، نشوفكم على خير بإذن الله في الغد مع حلقة جديدة. ما أدري إذا الدكتور موجودة معانا ولا لا، موجودة ولا قولي الحين على الهواء. ما أعرف محمود، بشيك جدولي. مديرة كبيرة، مديرة كبيرة. شكرا لك ميرا الخفلي، شكرا جزيلا لنمر محمد عبده، كل الشكر لحسني البلاونة في الإعداد كان معنا، شكرا دكتورة ندى الملة، شكرا مدير لكم. كبير. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلوي، ونلقاكم في الغد بإذن الله. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.